جاي بشروط ارسن امبابي، جاي مرجح من ساسل بعد ساسل ومعانا ما يظبط. انا عايز اعرف بناء على ايه بيتم اختيار ملعب يتم عليه لعب كوره؟ مين اللي مختار الملعب؟ انا جاي تختار الملعب، مش ده ورق رسمي الاتحاد المصري لكره القدم؟ مش ده جدول؟ لا، بالاتحاد المصري لكره القدم هيبعتوا على ملعب مصر الحمام الوزير. مصر النهارده طلع اتلعب عليه 10 بطاشه واتلعب عليه منتخب واتعمل فيه كل حاجه، جاي النهارده عشان نهد اثبت سسامه واثبت سسامه في اداره الكوره في مصر، رايح النهارده في نفس الملعب. طب انا عايز لجنه محايده ومطالب رئيس تكتب لجنه محايده من وزير الشباب والرياضه تراجع على كل الانديه اللي بتلعب على ارضها عشان اثبت لك فساد احمد نجاه. تعالى بقى حاجه تاني، كل الاسئله دي كانت ولا تم الرد عليه؟ عايز بورق رسمي مستند رسمي. ايه الفرق بين عرض في الجدل ومليون جنيه؟ وايه الفرق بين عرض محمود سعد و 200,000 جنيه؟ يعني ايه مدير فني؟ عايز اعرف يعني ايه مدير فني لاتحاد الكوره؟ صفته ايه؟ بيعمل ايه؟ ايه اللي بيمنع الكوره المصريه منه؟ يا معالي الوزير بعد اذن حضرتك، في ظل الدولة المصري الحديثة اللي ماسعة لها السيد رئيس الجمهورية اللي ماسعة من 5 صفر آخر النهار بنفسه، أنا واثق إن حضرتك والمصريين على الكورة في مصر ما يعرفوش الأندية ومراكز الشباب التابعين. أتحدى إذا كان وكيل وزارة في أي محافظة يعرف المراكز أو النوادي التابعين، عشان بتمر بحمدية وبتمر بالواسطة وبتمر بإهمال العيلة زي حمد حد إمتى؟ العيلة في مجلس الشباب مش مجالس محلية مع الناس الجميع، لابد أن يتم علينا الرد بورق ومستند رسمي حتى لو الأسئلة هتتكرر مرة واثنين وعشرة. الراجل ده بيدافع من سردية بقى يا معالي الوزير، يا معالي الوزير مصر حضرتك محمد صلاح ومعالي سبحانة الرئيس يسعى لمصر الجديدة. النهاردة الكورة اللي بتعمل البسمة والبقع على المواطن المصري تمسكها 3 لجنة بتحكم في 100 مليون مواطن، مين احنا بنلاقي ده؟ سلبي بيتحكم في الكوره في مصر وبيتحكم في شعب مصر وبيدي قرارات سلبيه وبيتحكم في 100 مليون واحد بيحب الكوره في مصر، مين اللي هيعمله؟ اذا كان على مولينا هيستمر على انه سن قاتل للكوره المصريه فنحن كنوار من اجل السيد رئيس الجمهوريه ان لم يتم اتخاذ عادل وثوري لانقاذ الكوره المصريه.